إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا تاهو 2012 أعتقد أو 11، العموم من الشكل 2007 إلى 14. جاني كان عنده مشكلة في الصوت، صوت اتضح المشكلة أنه من ترمبة في الموية، ونعرف أنه الآن صار في الآونة الأخيرة أنه ترمبة الموية كان سابقا ما فيها مشاكل، الآن صارت فيها مشاكل في ترمبة الموية اللي إيش يقولكم الصينية. البعض يمدح الأمريكي، لكن الأمانة صرنا نتجه للترمبة الموية الأصلي الجي ام. فجاب لي الرجال ترمبة موية أصلي جي ام، وكمان برضه كان في مشاكل في ترمبة الأصلي الجي ام أن البلف حقها دائما يكون قوي ويعلق فما يفتح بسهولة، أو الحين يكون دائما قوي فنضطر أنه نركب بلف النيسان المعروف المتعاد عليه. بفضل الله ما قد أحد اشتكى من بلف النيسان نهائيا. الرجال طلع من عندي وكان أموره تمام، وبعد يومين ثلاث أيام يقولهم سافر ارتفعت الحرارة. كيف ارتفعت الحرارة؟ ارتفعت الحرارة عليه في الوقوف في الممشى على العال. طيب معناته كده أحد الأمور يعني عنده مشكلة ضعف في التبريد أو عنده مشكلة في الترمبة. الترمبة الآن الموجودة جي ام أصلي. طبعا احنا غيرنا ترمبة الموية، غيرنا بلف النيسان، وغيرنا معها الحساس. هذا هو الحساس. طبعا هذه عندي ترمبة قديمة، عفوا هذه الأصلي جيم على حسب ما جتني ومكسيكي. طيب هذه الترمبة ما كان يشتكي منها شيء، اللهم كان في صوت لحظة خفيف. وهذا ترمب البلف حق الوكالة ما كان يعاني من شيء، لا في عقبات ولا غيرها. فأنا فكيت البلف القديم وحطيت بلف النيسان المتعارف عليه، وهذا فضل الله ما قد أحد اشتكى عندي من يوم أنا اللي ركبت عليهم. فضل الله ما حد يشتكى منه. وهذا الحساس، فهو ممكن من أول يوم بعد ما طلع من عندي قال لي للأمانة عندي المكيف صار تبريده ضعيف، فشكيت ان المشكله ممكن تكون من الحساس، لان الحساس احنا غيرناه ما كان فيه مشاكل. ولكن ارسل لي مقطع السياره هي واقفه، راح اوريكم اياها. الحراره شرطه فوق النص او اقل شيء، الرجال خاف فاخذها سطحه، ولما يمشي عليها مشوار الحراره تطيح اقل من النص شرطه. هذا معناته البلف ما في اي اشكاليه، لانه لو كان البلف قافل كانت ترتفع الحراره في الوقوف او في الخط. ولكن أنا الآن الرجل هو برضو متخوف وما هو مرتاح من بلف النيسان لأنه ما قد سبق شاف المقاطع. أنا قلت بجيب السيارة وأشخصها وأشوف أول شيء نظام التبريد ونظام تشغيل المراوح وبشوف استجابة الحساس، بعدها راح أغير له اللي هو البلف الوكالة وبنشوف. فأنا الآن بخش على كنترول المحرك وبنشوف الداتا حق الحرارة والمراوح كيف تشغيلها. لاحظوا رأي عندي هنا، لاحظوا عندي هنا المروحة طافية، وهذا برضه على أوف. وعندي الحرارة هنا ما شاء الله تبارك الله الآن وصل 80 ورجع فتح البلف ونزلت على 79. طبعا أنا بدون مشغل مكيف، الآن بدون مكيف، فبجرب الآن المروحة متى تشتغل، لأن المفترض أنها تشتغل في السجيب من حرارة أو من وصول درجة الحرارة 94 ترجع تفصل على 88. هذا نظام الوكالة. طبعا أنا تعمدت أدعس شوي بنزين عشان الحرارة ترتفع معي شوي بدون ما أشغل مكيف، وبشوف استجابة الحرارة واستجابة البلف مع تشغيل المكيف بعدين لما تصل حرارة التشغيلية 95. وصل 92 وبنشوف الحرارة والمراوح واستجابتها.
الان طافيه. على وشك تشتغل. لاحظ الان المروحه شغاله. انا تكفي كلها. بشوف الان الحراره تشتغل ولا لا؟ تنزل ولا لا؟ لا حول، بدأت تنزل، يعني وضعها طبيعي الآن، إلى الآن طبيعي، إيش الإشكالية؟ ترتفع الرجال مع حرارة الله أعلم، لاحظوا تنزل تستمر في النزول حتى توصل 88، يعني للآن المراوح في توقيتها وتشغيلها واستجابة الحساس يعتبر طبيعي. الحين شوي تطفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن البلد أنا أشوفه طبيعي، النظام عندي طبيعي، إيش الإشكالية أنا ما أدري. راح أشغل المكيف، لاحظوا متى كم تنزل الحرارة. لاحظوا الآن شغل المكيف، شغل المروحة السرعة العالية، نشوف الآن الحرارة كم توصل معنا. ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا كم 80 في الوقوف، 79 طبعا لاحظوا الان حرارة الجير 70، لسه ما مدينا اشغل الا يمكن 10 دقائق. لاحظوا عندي هنا الان المكيف شغال والحرارة صارت الان نزلت اقصى درجة 79، المروحة الدرجة الثانية ما شغالة، شغالة بس اللي هي الدرجة السرعة الاولى، فصارت عندي ترتفع درجة الحرارة يعني نوعا ما شوي، المفروض انها تنزل زيادة مع المكيف. فلاحظوا لي بالله ركزوا لي مع حراره الجير. هذه الموديلات او هذا الموديل اللي عندي للامانه بدون مبرد صغير ولا كبير، بدون مبرد. لو لاحظتم في حراره المقاطع السابقه اللي نزلتها الان اللي الرجال يتكلم مع السرعه كان نازل الشرطه، كان حراره الجير واصله 83، يعني درجه طبيعي. لما زادت الحراره فوق ال 100 فوق النص بشرطه وصل حراره الجير 95 لا اعلم. طبعا الرجال برضه قبل يجيني ما كان يشتكي لا من هذا ولا من هذا، فالوضع عنده طبيعي. فانا الان بخليها شغاله لين بشوف اقصى درجه توصل معنا الحراره في الوقوف مع المكيف. برضه باخذ فيها مشوار، بجربها بالخط وبجربها بعد الوقوف وبنشوف. معنى الرجال كان استخدامه طبيعي جدا، وبعدها راح برضه اجرب بلف الوكالة عشان يقتنع وبنشوف ايش الفرق. هل المشكلة من الطرمبة؟ هل المشكلة من الحساس؟ هل المشكلة من نفس البلف؟ الله اعلم. لكن للامانة انا عن نفسي بلف نيسان ما قد احد اشتكى منه، ولكن اليوم بنجرب تجربة مع الطرمبة الاصلي الجي ام.
لما لاحظ وصلت 84 وصارت تنزل الحرارة الآن. شوف سبحان الله، الآن صارت مراوح شغالة باستمرار نزلت الحرارة. قبل شوي كانت تفصل تشتغل، تفصل تشتغل مع الكمبرسر بشكل سريع. الحين ما شاء الله تبارك الله، لأنها المروحة صارت باستمرار ومن نفسها والله ما دون ما أعطيها أي شيء، نزلت الحرارة إلى 81. بس لما تشتغل تفصل سريع توصل إلى 84. وهي ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أقول إنه مشكلة مية، مشكلة بلف، مشكلة تبريد، بس وين المشكلة ما أدري. لاحظوا الآن حرارة ما شاء الله تبارك الله على سرعة المية وعادي. أنا بس كنت شوية مشغول في شيء فكان سرعتي عادية. حرارة الجير 71 تعتبر الآن الجو في الليل ولسه مستخدم السيارة في الرينج الطبيعي. وطبعا برضه حرارة المحرك تأثر بحرارة الجير، لأنه هذه السيارات أو هذا الموديل أو هذا اللي عندي الآن أنا بدون مبرد خارجي، فأكيد أنه حرارة الجير تأثر أو تتأثر بحرارة المحرك. العموم وهذا عندي حرارة المحرك، طبعا اشتغلت لمة الماكينة فبشوف ايش الاشكالية اللي انا عندي هنا. ليش اشتغلت لمة الماكينة؟ طبعا لمة الماكينة اشتغلت عندي، بفحص الكمبيوتر وبشوف ايش الاشكالية. طبعا فحصنا الكمبيوتر ما طلع شيء يخص الحرارة ولا شيء. عندي هنا كودين كلها تخص انه في مشكلة في حساس الشكمان العلوي الايمن جهة الراكب اللي هو بنك 2 جهة الراكب سنسور 1 اللي هو فوق الدبة. هذا الاكواد اللي عندي، يعني ما في شيء يخص الحرارة او حرارة او التبريد وغيرها، يعني مسألة طبيعية. هذه تخص اللي هو مسألة صرفية البنزين. وصلت 89 مع المكيف، أخذته في مشوار وصلت 89 لأنه كنت ماشي على السرعة المنخفضة، كنت أشوف الحرارة كم توصل. وبرضه الآن بوقف وبشوف مع المكيف إيش الإشكالية، هل المروحة صارت دفعها ضعيف أو إيش المشكلية. وبرضه راح أختبر أعطيها تيست عن طريق الجهاز بالمروحة السرعة الأولى وليس السرعة الثانية، وبشوف فعاليتها. صارت توصل ل 89-90 مع المكيف في الوقوف، وأنا معلي من المكيف أبغى بدون مكيف، أبغى أشوف بدون مكيف كم توصل، لأنه مو كل الوقت بشغل المكيف. لاحظوا وين الإشكالية؟ الحرارة وصلت 98. لاحظوا وين الإشكالية؟ المراوح طافية، المراوح طافية ما تشتغل. فأكيد راح توصل أكثر من كذا. لاحظوا الآن مراوح ضعيفة مرة، بس والله ضربت المراوح في الدينامو اللي هنا واشتغلت. لاحظوا الآن وصلت 100، المراوح ضعيفة بس دقيت المراوح في الدينامو هنا واشتغلت. لاحظوا الآن اشتغلت أقوى، دقيت المروحة الثانية هنا على طول زادت السرعة اشتغلت الآن. لاحظوا عندي هنا الآن لاحظوا الآن الإشكالية ما هو في البلف والإشكالية ما هو في الترومبة، ولكن الإشكالية احتمال في أفياش حق الترومبة المراوح، أو الإشكالية في ضعف الدينم. شوف لاحظوا الآن مصاف المراوح نازلة تلقائيا
طبعا سبحان الله جيت شفت معه، مع انه هو اول ما كان يشتكي الا من صوت الترومبه ما كان عنده مشاكل، بس الحين بالامانه اتضحت المشكله، انه المشكله من المراوح تكون ضعيفه، بعض الاحيان لما تضربها ضرب في الدينامو تشتغل. فانا راح اصلي وبشيك على الادياش، لان هذه السيارات البديله دائما يكون فيها عيب، يا اما في الكتاوتات او في الافياش دائما تحترق. فلاحظوا ما شاء الله تبارك الله الان راح توصل 88 وتوصل من نفسها، لاحظ الان توصل 88 توصل طفت. وبشوف الان طبعا لاحظ لما تطفي توقف بسرعه، اتوقع انه في مشكله في الدينامو نفسها، يعني المفروض انها تعطي انسيابيه في حركه المراوح لما تطفي، تطول عشان تنزل او توقف الحراره، وهذا يحس انه فيها يشتغل. العموم الان حراره 88 وبخليها وبشوف كم توصل بعد 95 تشتغل مره ثانيه ولا لا. تعمدت فبقول خليها شغاله مع المكيف، لانه لاحظت المشكله انها كل ما اشتغلت المراوح فتره اطول كل ما كان ضعفها اكثر. لاحظوا بالله، لاحظوا المراوح هذه تشتغل تستمر شوي توقف، هذه توقف مباشره. لاحظوا الفرق ان شاء الله، بس انها يعني ما هي زي كالعاده بعد المراوح لما تطفي تجلس بضع ثواني تستمر في التشغيل، لكن لاحظ الان لما تفصل على طول توقف، كانه في مشكله في حمايه الدينامو او دينامو المراوح. لاحظوا طفت المراوح على طول، لاحظوا اليسار وقفت قبل اليمين، يعني مشكوك في امر المراوح. طبعا انا بخليها تشتغل مع المكيف، ابغاها تتعب زياده وبشوف الاشكاليه، لانه انا برضه لما شغلتها واختبرتها عندي جلست ممكن حدود نص ساعه حتى فيها مشوار، ولما اخذت فيها مشوار احسها بعدد صارت تضعف، لما وقفت السياره فعلا وصلت الحراره الى 105 او 100 وشوي، لقيت القاعده او المراوح نفسها فاشتغلت المراوح، وهذا معناته انه في ضعف في الدينامو، ولكن راح اكد مره ثانيه حتى وقف ونشوف الان، لانه للامانه ما شاء الله لا مشكله في الحساس ولا مشكله في الترومبه ولا مشكله في البلف اللي انا ركبته، كل الامور ما شاء الله على العال، لكن المشكله الرئيسيه في المراوح. والله شغاله من بعد الفجر، الحراره ما شاء الله تبارك الله مستقر، كانت الاشكاليه في احد المراوح ضربتها واشتغلت، من بعدها حاولت ابغاها توقف ابغاها تدقر رفضت، ولكن مشكوك في المراوح لانها للامانه توقفها بسريع. الان في الخط ما شاء الله ماشي بدون مكيف، مشغل بس المروحه بدون الاي سي حق المكيف، ولاحظ الان الحراره كم ما شاء الله تبارك الله، لانه في الخط وانت ماشي على سرعه 120 في هواء خارجي يصطدم بالراديتر والتبريد ونظام التبريد فتغرد، يعني الإشكالية في الوقوف إذا استمرت المراوح شغالة مستحيل فضل الله تطلع الحرارة، لكن لما توقف أحد المراوح هنا الإشكالية. لاحظوا 80 بدون مكيف، طبعا ما شاء الله لاحظوا 82 مع المكيف على سرعة 120، ولاحظ عندي الحرارة يعني ما عندي مشاكل في التبريد، البلف لو فيه مشكلة مستحيل تنزل زي كذا، الترومبة أيضا حتى لو فيها ضعف ما راح تنزل هذه الدرجة، راح يكون في ارتفاع أو على الأقل يكون على النص حتى لو عدلنا البلف، فنظام التبريد أو البلف والترومبة الموية ما فيها للعافية،
كانت الإشكالية عندي في أحد المراوح زي ما ذكرت، وسبحان الله ممكن سرقت، لكن هذه تدل على علامة أنه ممكن الدينمو في أي وقت تتعطل.